أنا تحت أمرك يا دكتور لاشين. يعني خلاص يا دكتور محسن، قبلت شفاعتي للأستاذ نصر؟ زي ما حضرتك مهمتك في الحياة إنك تأمرنا، مهمتنا إن احنا نطيعه. أستغفر الله يا دكتور محسن. اتفضل يا أخي، اطلع المكتبة كمل الاطلاع في البحث اللي انت بتعمله ده، والمكتبة مفتوحة لك في أي وقت، بس أرجو إنك انت ما تضطرش الدكتور لاشين إنه يأمرنا تاني. لا لا، على كل حال أنا عاجز عن شكر سعادتك وسعادة الدكتور لاشين. لا عفوا يا سيدي، بالمناسبة أنت بتعمل إيه؟ يعني أنا أصلي بعمل بحث. بحث لإيه يعني؟ ليه يا دكتور؟ أنا عارف إنه بحث ليك، لكن بهدف إيه؟ في جهة طالبة منك؟ هتنشره في مجلة علمية؟ والله يا دكتور إذا طلع البحث له قيمة حياة جون برضه يتنشر. يعني أنت بتعمله كده من غير هدف؟ في برضه يا دكتور بحث بيتعمل من غير هدف، أكيد له هدف. عن إذن سعادتك. طب وبعدين هنعملوا إيه في مشكلة البت اللي لكاتس على البال ولا على الخاطر داي؟ ولا مشكلة ولا حاجة. مش مشكلة كيف؟ ده أنا ما صدقت عرفت طريق نصر ده وحعكشه. أقوم أضيع الوقت وأقعد هنا جر البت؟ مفيش حاجة هتتغير، هنسافر برضه. هنسافروا كيف؟ واللي فوق داي ما حساش بالدنيا، هنهملها. وتهملها ليه؟ أمرك عجيب يا ضاحي، ما راح أخدها معاي، كيف ده؟ هو أنت كنت حتسافر لحالك ولا كنت حاجي معاك؟ لا، كنت حسافر لحالي أنا ورجالتي. وأنا كنت أهملك تسافر لحالك؟ أمال مين اللي حيشور عليك هناك لو وقعت في ضيقة؟ حماد أبو عقل جاموس. أنا أقولك يا ضاحي، وانا كنت حسافر معاك وهم العروس تهنيه بعد جواز يوم واحد. طب هي تقول ايه والناس يقولوا ايه؟ يعني كده ولا كده هي كانت حتسافر معانا؟ اها، تبقى السفريه كانها شهر عسل زي ما بيقولوا، انداروا بيها اي عامله هناك ونبعدوا عن لسنت الناس هنا. زين كلامك زين يا ضحي. مش بقول لك ما تقدرش تستغنى عن شرطي؟ يحرق محرقينك يا ضاحي، ده انت كنك تعبان. يبقى نجهزه ونتكله على الله من صبحية ربنا. لا بس ما تقدر تقف على رجليها. وليه؟ يوم ولا تنين ونتكله على الله. جناب الحاج المستشار انور عباصير برا. والله يبارك علي يمين يا استاذ نصر، انا كان قلبي حاسس. صادق يا عم سعيد صادق. ها تجيب لكم حاجه ساقعه بقى. الف شكر. انا رايي كفايه كده، كفايه اللي حصل قبل كده. اوعى تزعق تاني. انا اعتذرت لك يا استاذه وانت طلعت احسن مني بكتير. المهم دلوقتي انا عايز اعتذر للدكتور لاشين شخصيا. يا ابني الدكتور لاشين طول عمره كده، اسالني انا طول عمري بشتغل معاه. انت تعرف انما انا ما كنتش اعرف. انا لاول مره في حياتي يا عم سعيد اكتشف معنى كلمه تواضع العلماء حقيقه وقدام عيني. على فكره بقى الكتاب اللي كان سبب المشكله انا رجعته لعم سعيد خلاص، بس انا لقيت 5 كتب في مكتبه بابا فيهم خرائط الاسكندريه من تاريخ انشائها لبدايه القرن ده. يا استاذه لؤي المعلومه كده ناقصه، نسيت تقول ان اهم كتاب فيهم من تاليفي يعني. أنا كنت فاكر إن سيادتك جاي تصب على الأستاذ ضاحي يوم صباحيته ويقول لنا مبروك. أوعى تكون فاكر نفسك شاطر وإن عملتك أنت والتابع بتاعك ده عدت علي. عملتك مش هينة يا عمران، وأنا لولا اللي حيروح فيها رياض أبو طالب الغلبان كان هيبقى لي تصريف تاني أنت عارفه. أنا ما يهمنيش رياض أبو طالب نفسه، لأن اللي غلط لازم ياخد جزاؤه، إنما أنا عملت حساب عياله اللي مالهمش ذنب. أديك قلتها بنفسك، اللي غلط لازم ياخد جزاته، بس يا ريت سيادتك تطبقه على الكل بما فيهم نصر وهدان القد. بالقانون يا عمران مش بالبلطجة. الله يسامحك. عموما سيادتك في بيتي وما حردش الإهانة،
ومعك ده ما تاجي مبلغ الحكومة وكل واحد يقول اللي عنديه. أنا حقول أنا لقيت ورق بردي ونصر يقول إنه سرقوا مني، وسعادتك تقول إنك استرت عليه، وطبعا أنت خابر يا حترس عليه. أنا حاخد ردي شرف منيك وبردك حخلي ستاري من نصر. مفيش فايدة في الكلام معاك. قسره سيادتك صح مشرف عندينا، لكن لحد دلوقت ما عرفش انت جاي ليه من غير مواظب. اذا كان على حكايه الجواب ها اديني قدامك، بلغ وقدم دليلك وخلي الحكايه تجر القديم والجديد، وخلي الواد ابو طالب يشهر معاك ان كان يقدر ويقول اني اجبرته على حاجه. شو ده شاهدك صح، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. بردك مش هرد عليك. إن كنت عايز أعرف أنا جيت ليه؟ أنا جيت عشان نصر. أديكوا عرفتوا عنوانه. وأنا رايح له بنفسي قبل أنتوا ما تروحوا له. وأنا ليا طريقتي في تأمينه وحمايته. هتحميه من مين؟ مني ولا من الخواجات؟ من أي حد فكره يغره بقوته وإنه يقدر يملك الناس وأرواحهم بفلوسه. هتحميه بإيه يا سيادة المستشار؟ بالقانون يا عمران، لأني ما أعرفش غيره وما بتعاملش بغيره. بردك كده ما اختلفنا شيء. ما احنا حدانا القانون بتاعنا اللي ما بنتعاملش إلا بيه واللي ما نعرفش غيره. بس الفرق بيننا إن القانون بتاعنا ما فيهوش اللي بتقول عليه الدليل ده، عشان كده ما بنغلبوش زيكم. أنت ساكت يعني يا ضحي؟ صح، أنا ساكت صح يا جناب المستشار. بس جنابك قلت انتك جاي ليه وقصد ايه، وانا رديت عليك وعرفت الاجابه. بديه ولا لا؟ حسابي مع نصر واهدان القط حساب تاني على جنب، وملوش صالح باللي قاله جناب الحج. اللي بيني وبين نصر واهدان سكينه حاميه على رقبته، وانا اللي حدبر كيف اذبحه بيه في الوقت اللي يناسبني ولا نحدده. وصلك حديثي وفهمت معناه؟ قل لي يا دكتور لشين. حاضر يا بيه. حاضر يا دكتور لشين. وانت مدرس فين بقى؟ الحقيقة انا كنت مدرس في مدرسة اسمها نجع المهدية. نجع المهدية؟ مش دي جنب معبد الكرنك؟ يبقى انت من الأقصر بقى. بالظبط يا دكتور. وايه حكاية كنت مدرس وانت استقلت؟ يعني حاجة زي كده. ازاي يعني مش فاهم؟ أقول لسعادتك، هما في الأول وقفوني عن العمل، وبعدين جد الظروف أجبرتني أقدم استقالتي. آه لا لا لا، أوعى خاطرك يروح لبعيد، مش مسألة أخلاقية والحمد لله. الحمد لله، على كده بقى أنت من العيان. عيان إيه يا دكتور؟ ده أنا كل اللي كان حيلتي فدان واحد بعته عشان اجي اسكندريه واكمل البحث. هاي. طيب لما يخلص ثمن الفدان ده هتعمل ايه؟ تتصرف ازاي يعني؟ يا دكتور ربنا ما بينساش حد. ونعم بالله يا ابني، بس المفروض الانسان يبقى يعني يدبر نفسه، ما يبقاش متواكل كده. انت منتظر عائد من البحث بتاعك؟ طبعا المفروض كده. انا مش بتدخل في حياتك الشخصيه ولا حاجه، بس انا عندي شيء خاص بيا أحبك تعرفه. يعني أنا بعتبر كل المشتغلين بالتاريخ القديم والآثار أولادي. وهو كده فعلاً يا دكتور. يا بابا ما تتعبش نفسك، مش هتاخد منه أي حاجة، ده جاي من الأول مش عايز حد يعرف عنه أي حاجة. لا لا، أنا مش عايزكم تاخدوا عني فكرة وحشة، بالعكس أنا إنسان بسيط جداً ما فيهاش أي غموض ولا حاجة، وأنا يشرفني جداً اهتمامكم بيا. بس الحقيقة حكايتي هي اللي معجربة وليها 100 وجه.
طيب يا نصر يا ابني خد ده الكارت بتاعي في عنواني وتليفوني، لو احتجت اي حاجه شوف اي حاجه اتصل بي على طول. ربنا يخليك يا دكتور. طب بما انك بقى بقيت من اولادي احب اشوف انت كتبت ايه. واه واه يا شرف كبير ليا يا دكتور، بس الحقيقه انا لسه ما كتبتش غير المقدمه وبعدين منهج البحث. ايوه كل ده يطلع منك انت يا صغير، ده انت اتاريك ميه من تحت تب. انا طول عمري يا نعناع راجل صريح ودغري، واللي في قلبي دايما على لساني. يعني الكلام اللي انت بتقوله لي ده صحيح من قلبك يا صغير؟ كتاب الله من قلبي وفي قلبي كمان اكتر من ايه، بس ما خبرش كيف اقوله. عارف يا نعناع انا طول عمري عايش لوحدي زي ما اكون طلعت شيطان كده. أخوي وأمي حملوني ماتوا، تربيت مع عيال عمي كانوا كتير كتير قوي. وعيني ما شفتش من عمي ولا مرض ولا كل خير، لكن برضه كنت حاسس إني وحداني. خبرة لما انا حملتهم من كام سنه وجيت على اسكندريه انا استهيالي انهم ما حسوش بغيبتي لحد دلوقتي، عشان كده لازم اعمل بيت وخلف عيال وحادي عليهم واديهم اللي اتحرمت مني. وانتي انتي يا نعناع انتي اللي دخلت قلبي من جوه من اول ما وعيت لي، قلت لنفسي لو ربنا سبحانه وتعالى راضي عنيك وكاتب لك السعد يا واد يا صغير هتكون من نصيبك تحقق اللي نفسك فيه. قلت ايه يا نعناع؟ قلت ايه؟ نعناع ها؟ مالك؟ أصل كأنك بتحكي على اللي في قلبي يا صغير وبتقول على كل اللي حصلي. أنا كمان لولا أن ربنا سألي قبل يوسف سكتي يا عالم مصيري كان هيبقى إيه دلوقتي. أحمدك وأشكرك أنه بعتالي في الوقت المناسب عشان تنشني من وسط الديابة وتطلق علي. لكن واللي خلقك يا صغير، أنا طول عمري بحلم بالراجل اللي يخاف عليا ويحميني، الراجل الشهم الدغري اللي مش طمعان فيا إلا بحلال ربنا. كنت بقول هو ده يا بنتي يا نعناع اللي هتوهبي له نفسك وتعشي له خدامة طول العمر تحت رجليه. ما عشت ولا كنت، ده انت هتبقي ستي وتاج راسي. تعيش لي يا صغير. يعني اتحدد مع الست نوسي؟ يوه كده على طول. هنستنوا ايه؟ تاني مستعيالي ان اشيلك واطير بيك لحديها. تعرفي يا روكي لو قريت البحث اللي عامله الجدع ده تندهشي. لا فعلا الولد ده حكايه، قدرته العلميه عاليه جدا، تركيز، احاطه شديده بالماده، ده كاتب فقرات كامله نقلا عن لغات اجنبيه. معنى كده انه بيجيد اللغات دي انجليزي وفرنساوي. كمان الفقرات دي ما تلفتش نظر الا العلماء الراسخين في عين المصريات. بيتهيأ لي كمان انه على درايه باللغه المصريه القديمه. ياه كل ده يا بابا معقول؟ ايه يا روكي؟ ما عنديش قدره اني احكم على قيمه بحث من اول ما اقرا فقره فيه. لا العافيه يا دكتور مش قصدي، بس هو عامل بحثه في ايه؟ والله يا روكي هو مش واضح قوي، لكنه بيتعرض بعمق وايجاز لعلاقه الاسكندر الاكبر بمصر والاسكندريه، وضع بطليموس بين القوات بتوعه والطرز المعماريه اللي كانت سائده في الوقت ده. لكن برضه ما اخبيش عليك انا مش عارف هو عايز يوصل لايه. انت مش قريت خطه البحث بتاعته؟ دي لوحدها حكايه تنفع رساله دكتوراه، برضه عن علاقه الاسكندر الاكبر باسكندريه والطرز المعماريه حتى العصر الروماني. غريبه قوي،
لكن هو بيعمل ده كله ليه؟ ده مش طبيعي. والله يا بنتي دول الكلام اللي قريته بتاعه، دول الإجابات المتزنة على أسئلة بتاعتي. كنت افتكرت إن مجنون، وافتكرت ليه؟ ده مجنون فعلا. وصلني كل اللي عايز تقوله يا ضحي، قريته في عينيك. مسكين يا نصر، مسكين يا ولدي، هتروح فين مني؟ ضاحي هو الخطر الحقيقي، أخطر من عمران والخواجات. ليه بس يا ولدي؟ ليه كتبت عن زينب في الجواب؟ ليه؟ يا صحات، أجيب لي سعادتك حاجة تشربها؟ لا يا رجل، إنعس أنت شوية. أنعس؟ أنعس كيف؟ ده احنا رايحين اسكندرية. قال أنعس قال. همي يضحك وهمي يبكي. عامله ايه دلوك؟ الحمد لله زينه. زينب، زينب سمعاني يا بنتي؟ حملها يا حاج الله يخليك، سيبها نعسانه وهتبقى زينب باذن الله. لو عارف بس انت عملت فيها ايه. اكون عملت ايه يعني؟ هي قدامك هيسالها. ربنا هيعفي عنيها بإذن واحد أحد وببركة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. طب قومي، قومي أنت أنا هي العسيلك هبابة. أنا عسوها ملأ؟ لا عشت ولا كنت. قلت القوم العسي، إحنا يمكن قدامنا سفر عن قريب. سفر؟ سفر فين؟ هنروح اسكندرية. نعمل إيه في اسكندرية دي؟ وكيف نسافر وزينب كده؟ يه مالها، ما هي زي الفل أهي. لا، ما احنا ما حنسافروش شيء الا لما تشد حيلها. وش عجب يعني؟ ملكاش صالح. الدكتور قال ان تغيير الهواء كويس بالنسبه ليها. اه زي ما قال لك كده، ولو فضلت على حالها او من حكمها كتير في اسكندريه. وانت يا بيتي يا نعناع رايك ايه؟ انا موافقه يا ست هان. ايوه، ما تستنى عليا ما اخد موافقه البيت. ولا انتم مربطين مع بعض وجايين تاخدوا موافقتي بروعاتب؟ واه، ودي تاجي برضك يا ست هانم. احنا نقدر ونخطو خطوه الا بشرطك ورضاكي. طب ده انا قلت لنفسي يا واد يا صغير، ما دام عزمت تبقى سبق وكلم الست نوسي عشان تبقى رسمي. اه انت عارفني موتي وسمي المسخره وقلتش الاجب. واحنا بتوع مسخره برضك يا ست هانم. لا ما انا عارفه طول عمرك جدع وشهم، وعشان جدعانتك دي شبكة نعناع وفرحك ونقطها وشوارها كمان عليا كله 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 من مجاميعه. ربنا يخليكي ليه يا قبلتش. بتعيطي يا بنت من دلوقتي؟ ده جواز، بكره تعيطي كتير. استني مستعجله على ايه؟ بس انا بقى ليا شرط. عمر يا ست هاني، تدوني حبة وقت وانا اعمل لكم فرح وخطوبة ما حصلوش. ربنا يخليكي يا ست هانم، ربنا يخليكي. ما تزغرتش يا بنتي يا نعناع، عايزين نفرح. اوعى تروح هني ولا هني، ده انتوا مني ما عرفش انا دي، انا مش فضيلك. اه ليه صحيح؟ فاكرني مهبل يا؟ لا يا فالح، انت فاكر اسكندرية دي زي الاقصر؟ والله ما تكون. عون الله برمهلك من اولها لاخرها في يوم واحد، ولا انساش ولا شبر فيه. لا تعملها، ما انا عارفك غشيم ومتعافي. يا ابوي البحر ده كبير قوي يا ابوي، ده وصل لحد فين ده؟ لحد اوروبا يا رويتر. اوروبا؟ اه يا دين محمد. اوروبا اطلع فين؟ بطل رد، انزل سناري تحت، انا هخش اغير هدومي ونوصل لحد مصر. ايوه حاضر، هستنظرك تحت في الأقنطة دي، حتى الأقنطة تحت فرجة فرجة. هذه الفلوس، فهمت بقى تعمل ايه؟ ايوه باشا، بس افرض سعادتك يعني قلبوا في الفلوس. ده انا كنت اروح في ابو نيكلا، دول كانوا يخلصوا عليا طوال يا باشا. قلنا ما تخافش، بس انت تعمل زي ما فهمتك، تريهم الفلوس من على الوش وتشترط عليهم تشوف المخدرات الاول، واول ما البضاعه تطلع هتلاقينا فوق دماغكم.
يا ابني قلنا ما تخافش، هنبقى سامعين كل كلمة. الله، بس انت اوعى بس اشوف الميكروفون، هنروح في داهية. اطمن يا باشا. خلاص يا حمدي؟ تمام سعادتك. جهزت القوة؟ جاهز يا فندم. وادي يا سيدي اذن النيابة. انا قابلت المحامي العام وشرحت له الموضوع وتقبله مشكورا. خلي بالك يا حمدي. ما تقلقش عاد بيه. الله، هو الميعاد مش دلوقتي؟ تقريبا سعادتك. طب يلا، موفقين ان شاء الله. نصر. نصر مين؟ الاستاذ نصر وهدان القط. لا لا، لواغزة ما عرفوش. يا اخي احنا قرايبه وعايزينه في حاجه مهمه. هو غصب. بقول سعادتك ما عرفوش. ما تعرفوش؟ ما تعرفوش كيف؟ لما هو اللي قال لنا عليه. احنا كنا نعرفوك. هو اللي قال لكم؟ ايوه قال لنا. قال لنا لما تعوزوني اسأل الصغير وهو يدلكم على طول. لا لا، انتوا غلطانين. هو مش كان ساكن هنا؟ خبرش، سكان العمارة كتير اتخربط فيهم. يا اخي لا صدقني، احنا قرايبه. اذا كان هو منبه عليك احنا قرايبه بحق وحقيق. سعادتك سألتني سؤال وانا جاوبتك عليه. خلاص، حديد لحد كده وخلص. ما تتحدث زين مع سعادة المستصار يا جدعتي. مستصار؟ لا لواغزة سعادة الباشا، لا لواغزة. بس ليه سعادتك ما مصدقنيش؟ لأنك ما بتقولش الصدق. هقول لسعادتك وأقصر عليكم الحديد كلاته، والله لو علقتوني عليك ما هتاخدوا مني غير الكلام اللي قلته ده. كان عاوز يتعلق صح. خلاص خلاص يا رشدان. متشكرين يا صغير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستصار، والله مش لما تكونوا مستصار، لما تكون حتى وزارة أوروبا كلاتها ما هقول لكم. حسب الميعاد يا معلم زكزوك. ماشي يا حاج طلبة، في ميعادك. هي الشنطة دي اللي فيها الأبيج؟ أيوة معلم. بتحب تشوفوها؟ ليه، هو أنت هتجسنا ولا إيه؟ ربنا يديم المعروف. البضاعة وين؟ واقف ليه؟ ما تقعد يابا، اقعد يابا، خد واجبك الاول وبعدين هنريحوك ونسلموك ونوضبوك على الاخر. اقعد يا عم، الله لا يسيبك. هو في ايه؟ انت مستعجل على ايه؟ مش مستعجل ولا حاجه، بس المكان في وسط البلد والواحد قلقان يعني. قلقان؟ انت لا مؤاخذه يعني في مكان خطر، ولا لا سمح الله تكون مسجل يعني خطر ولا حاجه؟ اصل انا مش فاهمك. لا مش مسجل خطر ولا حاجه يا عم، مفيش حاجه. امال قلقان وقلقنا معاك ليه؟ اقعد يابا. ما بنشوف البضاعة بس. لما انت هتشوفها، امال انت جاي ليه؟ هو في بيع وشراء من غير شوفان؟ طب بس نشوف البضاعة وبعدين نقعد ناخد الواجب بتاعي. وماله حقك؟ انت على سعد. اسعد؟ ايوه يا معلم. هات البضاعة عشان الحاج طلبه يشوفها، بس بقول لك ايه؟ عيينة. من عينيا. هي البضاعة بعيدة عن هنا؟ بعيد عن هنا ايه؟ ما قدامك ايه في الصناديق؟ هات العلم اللي متعلمه من عندك يا سعد. هات العلم اللي متعلمه من عندك يا سعد دلوقتي. شنو هذا؟ شنو هذا؟ البضاعة. انت مش عايز تعين؟ عاين. دي اصلها متبرشمة. وانا لسه عنفك البرشيم ولا ايه يا اخوان؟ انت عاوز تفكه؟ يا اخوانا يا اخوانا، انت مش فاهمين اي حاجة. فاهمين اي حاجة؟ وعايز تفكه ليه؟ محدش يتحرك من مكانه. تاني هو الضابط ده مروش حاجة اللي احنا كل شوية حينطلنا. يا ابني اقعد، ما تخينيش. ما عفوا سعادة الباشا، عفوا. اقعد يا ابني، ما تفرجش علينا الناس. حاضر. بعد عاوز جت خرجته صحيح. مين ده؟ الاسم الصغير ده انا كنت حاجتله لولا عملت حساب لسعادتك. بالعكس يا رويتر، انا اتبسطت منه قوي.
اللي عمله ده معناه انه خايف على نصر. هو يعرف منين؟ بالنبهة كده يا غبي، لازم نصر منبه عليه. هو الاستاذ نصر يعرف منين بس؟ مش شيعنا له تلغراف يا غبي. صح صح. ايه يا اسكندرية دورت راسك ولا ايه؟ هو هيعطلنا شوية لكن ما يضرش. ومين ده اللي هيعطل؟ ده احنا ما هنعرفوش نلقوه في اسكندرية. واص اسكندرية كبيرة قوي يا بوي، حقاش لو نصطفوه ماشي في السكة. نصطفوه؟ مش بقول لك اسكندرية عملت معاك عمايلها؟ امال هنعمل ايه يعني؟ هنطلق عليهم نادي؟ انا بقول نروح للواد الصغير ونقولوله. استنى استنى، انا يمكن عرفت الاقي مصر فين. فين؟ استنى انت هنا، ما تتحرك من هنا نص ساعة وهرجع لك، فاهم؟ حاضر. والله انا فاهم حاجه. يا زازو، بينهم بيقفشوا في اللي بيبيع اكسسوار عربيات اللي يامي. يا سعادة البيه، احنا سبق وقلنا لسعادتك ان احنا بنتاجروا في الاكسسوار، وسبق لسعادتك ان انت فحصت البضاعة دي وشفت ورقها ولقيته سليم، لا هي متهربة ولا هي مسروقة. وبعدين الراجل ده داخل علينا من كام يوم عايز يشتري اللوت كله، فاحنا بنتممه البيع. غلطناشي؟ واللوت بعشرة مليون جنيه. ها؟ عشرة مليون جنيه يا مرسي يا ابو العباس، دي الحكايه دي كلها ب 10000 جنيه. مين يا سعاده البيه اللي قال لك 10 مليون جنيه؟ مين يا بيه؟ انت كنت جايب في الشنطه دي يا اخويا 10 مليون جنيه؟ ما يمكن يا اخي. خلاص عدهم يا جابر. اجمع القوه وارفعي. تمام يا فندم. طب واحنا مش عايزنا يا باشا؟ اوعى تكونوا فاكرين انها خلصت. خلصت؟ انت وراك حاجه غيرنا؟ شرفت يا سعاده الباشا. شرفت يا حاج طلبه. شنو يا حاج طلبه شنو؟ على السلامه يا باشا، يبقى شق علينا. بعدين يا مالك اشلقت كده؟ دي اتهببت اكتر. الله، طب والبضاعه المدفونه تحت زي القتيل دي هنطلعوها ازاي واحنا مرصودين كده؟ مش دي فكرتك يا ابو التفانين؟ انت صاحب القتيل وصاحب الدفنه، فاضل بقى نمشي في جنازتها. اتفضل يا جودي. اصل انا وبابا كنا جايبين سيرتك امبارح. انا؟ بالخير طبعا. اكيد. ناس زيكم مش ممكن يجي من وراهم غير كل خير. طب ده حتى السيد الوالد وحضرتك يعني، والموقف اللي عملتوه معايا. احنا قلنا الموضوع ده خلاص. انتوا جايز بالنسبه لكم المساله خلاص. لكن بالنسبه لي لا. الموضوع ده هيفضل طول العمر، خصوصا موقف السيد الوالد. لا يمكن انساه. واصل. واصل؟ واصل واصل. على كل حال انا في الخدمه وتحت امرك. لو احتجتي اي مساعده في البحث بتاعك انا موجود. صحيح انا ما كملتش دراسات عليا، لكن اقدر اساعد على جد برضك. يا سلام، ما تقولش كده. طب كنت تعالى شوف واسمع اللي قاله بابا في مقدمه بحثك اللي قراه. بحثك الغامض ده. وبخصوص بحثك الغامض ده بقى، انا كنت عايزه اسال. ابو مربيع، انا قلت برضه كده. هلا بيك يا اهلا 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 اهلا. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. جيت متى؟ ثانية واحدة. بالاذن يا ست رجية. بالاذن يا عم سعيد. مش عايز اعطلك. لا انا مش بطل عشان الناس بتجري. اتفضل. اهلا 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 بيك. نور.
كيف يكون ولدك ناصر ليه شقه في اسكندريه وانت تنزل في لكندا؟ يا ولدي كلها يومين قاعد ومهنيه، اقول لك يوم الكلمتين اللي ما قدرتش اكتبهم ومعاود البلد تاني، الارض واحده يا ناس. ثلاثه بالله ما يحصل، حتى لو كنت قاعد ساعه زمن واحده. يا ولدي انت مشغول ومعاودش عطلك. مشغول عن ايه؟ عنك انت يا ابو انور بيه، ده كلام. ما تقول لي حاجه يا رايتر. يا سعاده الباشا، نصر افندي ده راجل صاحب واجب، انا خبره زين، ما هيهملناش الا لما نروح معاه. طب نقطنا بسكاتك يا رويتر. يا رويتر، عجبتك اسكندريه؟ اللي عجبتني، عجبتني قوي قوي قوي، عجبتني زين، بس انا لسه ما اتفرجتش عليها. يقول لك هيبرمها بساعة زمن ويحفظها شبر شبر. والله يعملها رويتر. والله رويتر، قبل ما تعملها قوم وضر الشرط، يلا هب. لا 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 لا، يلم ايه؟ ده رتبها في البلد نص نص الحاجة، فلو لمها هينسى النص التاني هنا. ما تقلقش، أنا مش ههمل وحديها، هلم معاها. لا لا لا، ما تحصلش. يا بت ردي علي. يا زينة، أنت زينة دلوقتي؟ إيه، عاملة إيه؟ زينة الحمد لله يا حاج. هي كانت فين؟ انت صح زينة دلوك يا زينب؟ ضحي يا زكي قال لك حاجة زعلتك؟ اه، طول يده عليكي، طول لسانه يا بنت. قولي لو حصل اخلص عليه قبل النهار ما يطلع. واه يا حاج عاد، كيف يا زيها وحسك بردك في الدنيا؟ الست ياما بيحصل بينها وبين جوزها، وياما هيحصل. طيب يا اختي، مدام زينب سلبت عودها عاد، جهزوا نفسيكم للسفر. متى ده؟ الليله عشيه. طب وسعاده المستشار ده ما قدرتش يجبرك انك تدله على عنواني؟ كيف يجبرني يعني؟ هيطلع الحديد من خشمي غصب. اه برضك كان يقدر لو عايز. طب كان يجرب كده، ويا ريت كان سعادتك سمعني وانا بتحدث معاه. يا ريت، ده انا حطيت المطبخ وصح، قلت له بقول لك ايه، لحد كده والحديد خلص معاي ولا قدر يفتح خاشمه. امال ايه عاد؟ يا عيني عليك. طب ده بالنسبه لسعاده المستشار، الجدع اللي كان معاه عامل ايه معاك؟ تلحي ده؟ ايوه تلحي ده. قال لي ايه؟ عامل لي فيها عفي وجاي يوريني نفسه ودخل علي وعاوز يتعرك معاي. قمت انا بصيت له بصتي راح واقف مطرح. وهو تلحي عشان كده؟ تلحي والجاموس ابيض كمان. طب نفرض انك انت ما بصيتلوش بصتك المرعبه دي وكان يتعارك معاك، تفتكر مين فيكم كان ممكن يغلب؟ من فينا؟ ده انا كنت ادعك ودعك، ربنا رحمه من يدي. جدع راجل، تعرف تحمي صاحبك وتصون سره. صاحبي؟ صح حسين استاذ. وايه اللي صح عادي يا ان يعني سعادتك صاحبي؟ طبعا، هو نصر هيصاحب ارجل منك. سعادتك مش صغر. قلت علي ايه يا عاد المحروق؟ سعادة بيه تلح. انت باستعجالك ده حمد حطتني انا والاداره كلها في موقف حرج، مش بس مع المديريه والوزاره، لا ومع النيابه كمان. يا فندم انتوا ليه واخدين الموضوع من الناحيه الشكليه؟ بصوا للموضوع، دي ناس بتهرب مخدرات وبيستنوا اللحظه عشان يغرقوا السوق. هيدمروا الشباب يا فندم، هيخربوا بيوت ناس كتير. بلا فلسفه بقى، انا شخصيا ابتديت اشك في صحه تحرياتك. سعادتك انا تحرياتي صح 100%، واللي بقوله ده مش فلسفه، دي حقيقه. الحقيقه ان انا سبق وحذرتك وطلبت منك ما تستعجلش، لكن للاسف صممت واستعجلت، والنتيجه ايه؟ ان انت اديتهم الفرصه اللي هم عايزينها. يا عادل بيه انا ما اديتش فرصه لحد. لا انت بتصرفك ده اديتهم فرصه العمر اللي هم عايزينها، يعني يقدروا يصرفوا البضاعه من غير ما نقدر نقرب لهم. تقدر تقول لي مين اللي ممكن يدينا اذن ضبط وتفتيش للمره الثالثه؟ ولا سيادتك ناوي تظبطهم تلبس؟ يمكن سعادتك، لكن طول ما معاهم المخدرات دي هم في جيبي مش هيقدروا يصرفوها، لاني هفضل شايل حركتهم. استنى بس اما نشوف مصيبتك دي هتودينا على فين.
ربنا يستر. يا رويتر الراجل ما كدبش واللي قاله هو الحقيقة. واه يعني انا تلح وجاموس. حقك علي يا واد عمي. وكل كوم وانه يغلبني دي كوم تاني. لا انت اشد مني واحد راسك اهي احب عليها عشان تسامحني. ايه ولا ايه يا روي؟ واسم الكريم ايه؟ رشدان. اسمه رشدان يا صغير. الحصلانة يعني سمعت ولا مؤاخذة الاستاذ بيقول حاجة كده؟ رويتر ما تاخدش ببالك. هو اسمه رشدان. والله انا عرقي مرقي مش عشان يعني رشدان احنا نقدر ونتصافوا مع بعضياتنا، لكن يعني عشان الكلام اللي قلته على سعادتك من غير مؤاخذة. والله انت قلت الحقيقة وما زدت عليها حرف. اللي ماشي سليم لا يهمه مستشار ولا محافظ، وانت مواطن صالح وليك كل حقوقك. انت قلت زيادة عن كده؟ لا يعني عشان يعني قلت على سعادتك. ايه حطتني مطرحي. ما دي برضو صح. ربنا يبارك فيك يا سعادة الباشا المستشار. يعني سماح؟ مش سماح وبس، ده ليك عندي مكافأة كمان. اللي خاف على نصر بالشكل ده اشيله على راسي من فوق. خد يا صغير. لا 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 ايه؟ مد يدك. عمك المستشار ده يبقى ابونا كلنا. ياخد عدوينك يا سعادة الباشا المستشار. بس اسمع، اوعى تقول لحد تاني على مطرح نصر. احنا كده عيلة واحدة، انما غيرنا لا. حاضر حاضر. وانا يعني تايه عن الطارات والحاجات المغفلجة اللي عندنا دي، ولا انت يعني فاكرني تلح؟ وانا لو شفت سعادتك وهو بيجمع رجالته وبيخلع. ايه اللي الحاج طلبه ده؟ فرحانين اوي يا اخويا انت وهو بتضحكوا. الله ما نزعله يا لورد. طبعا وتلطموا على فكرة. حصلتيني ايه؟ عيبكم ان انتوا ما بتبصوش على تحت رجليكم. اخوكوا الزنخ المطرب ده حليه مش اكتر. حد فيكوا يقدر يفسر لي اللي حصل ده؟ قصدي سعادتك ايه؟ عشان اني لا مؤاخذه فهمي بطيء شويه. هيفضل فهمك بطيء طول عمره عشان مخك مطرب عليه تراب. انتوا فاهمين ان انتوا غلبتوا الضابط حمدي ودي مش حقيقه. مش حقيقه ازاي؟ طبعا إذا كان الضابط حمدي ما قدرش يظبط البضاعة، فعلى الأقل نجح إنه يدخلكوا المصيادة زي الفيران. فيران؟ طب أنا في الخليعة. احمد يا أبو مخ ظلم مطرب. أنتوا مستهونين بمحاولتين لظبطكوا، حتى لو فشلوا. ده أنتوا زمانكوا كده تسجلتوا إجرام. وكل واحد فيكوا كده ليه كارتة في المديرية أو متسجل خاطر ألف كمان. يعني بقيتوا مشبوهين ميري، وهتشبهوني معاكم. بس احنا ما اتمسكناش بحاجة يا لورد. هو كده يا اخويا. الصوابع حاجة والاشتباه حاجة تانية. ده غير المصيبة الأكبر. لا المرة دي بقى انا اللي في الخليعة. اهمد يا زقزوق. اهمد اخويا. البضاعة ام ملايين اللي مخوكوا الزنخ قال لكم تدفنوها في سبع أرض، كان ممكن تبقى عندي أي مخزنجي تاني بعيد عن إيديكم، لكن أنتوا حطيتوها في حجركم وقعدتوا تتفرجوا. تقدروا تقولوا لي بقى هتتصرفوا فيها ازاي وهتعملوا ايه؟ انا واثق ان الضابط حمدي مش هيسيبكوا، هيفضل وراكوا وعينه على فيلتك يا سي زقزوق. يبقى ازاي الحال بقى؟ النار على الناس بتحمل